أبدى عدد من الشباب البحريني امتنانهم حول سلامة الأخذ بأيديهم نحو شغل الوظيفة الملائمة التي كانوا يحلمون بها، وذلك عبر برنامج الوطني للتوظيف الذي تكفل بدوره باختصار الوقت والجهد عليهم من أجل الانخراط في سوق العمل من أوسع أبوابه. الصراحة أنا استفدت جدا من برنامج الوطني للتوظيف. تم توظيفي في منصب مديرة تطوير المؤسسات في جولدن تراست للتدريب والاستشارات. هذا الشيء تم عبر معرض التوظيف اللي كان في مقر الوزارة. المعرض كان تابع حق قطاع التعليم والتدريب المهني. تم توظيفي في ولله الحمد في مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون عن طريق البرنامج الوطني للتوظيف. البرنامج الوطني للتوظيف من سمعت منه أول مرة سمعت أنه يدعم المواطن البحريني للحصول على الأفضلية وأن يكون الخيار الأول للتوظيف في سوق العمل. هو حلو أنه يكون في برنامج يساعد المواطن البحريني عشان يحصل فرص عمل وتأهله عشان يلقى وظيفة تناسبة، وأنا هاي اللي صار وايد ساعدني البرنامج أن ألاقي الوظيفة اللي تناسبني، والحمد لله توظفت في شركة اليورو موتورز للسيارات. في ظل توجيه سمو رئيس الوزراء في دعم العاطلين عن العمل من خلال برنامج الوطني للتوظيف، بالعكس طبعا ساهم البرنامج وكان خطته ماشية ومتابعين من وزارة العمل طبعا على أحسن ما يكون، ونتمنى من العاطلين التواصل مع وزارة العمل لدعم اللي هو البرنامج وتسهيل إجراءاتهم في التوظيف. فادني البرنامج الوطني للتوظيف أنه في فترة بسيطة مدة شهرين حصلت على الوظيفة المطلوبة من خلال وزارة العمل. والله البرنامج وايد ممتاز و أعطاني الوظيفة الممتازة اللي كنت أنا أطمح فيها، وبنصب مدير في مجمع الهرم سنتر ولله الحمد.